جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية صادرة صباح اليوم. أهلا بكم من جديد. نبدأ بالصحافة المحلية ومنشطات صحيفة الأهرام. السيسي يطالب العالم بموقف حاسم من الإرهاب. تنسيق مصري أمريكي لحل أزمات الشرق الأوسط. خلال اجتماعه أمس مع الفريق مهاب مميش، الرئيس السيسي يقول تعزيز التعاون مع الشركات الألمانية في مجال بناء سفن الصيد خطة لمواجهة الانفجار السكاني والبداية من القرى الأكثر فقرا. إلى منشطات صحيفة الأخبار، الرئيس يطلب تسهيل حركة الانتقال بين شرق وغرب القناة. العالمين الجديدة مستعدة لاستقبال الرئيس السيسي. الجرحي في نيويورك، لا زيادة في أسعار الوقود والقيمة المضافة. مظاهرات شعبية ضد الإرهاب في وداع الشهداء. رئيس الوزراء غير المؤهلين للفتوى فتحوا أبواب الفتنة. وشيخ الأزهر نواجه مغامرة. من الصفحة الأولى لصحيفة الشروق نطالع. السيسي يقول حريصون على عودة السلطة الشرعية إلى غزة لدفع عملية السلام. مصادر: الإرهابيون في سيناء فقدوا صوابهم بعد قطع مصادر تمويلهم. وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا يزورون موقع سد النهضة. القمة الدولية الثانية لصوت مصر، حان وقت إعادة تسويق صورتنا بطريقة صحيحة. من منشطات صحيفة المصري اليوم، الحكومة تواجه الزيادة السكانية بمشروع طفلين وبس. وزير التنمية المحلية: هدفنا القضاء على الأمية خلال 3 سنوات. ملف سد النهضة يدخل مرحلة المفاوضات الصعبة. وزير التموين: منظومة السلع الجديدة تنطلق أول ديسمبر. رابطة الأندية تعمق خلافات الزمالك والجبلاية. كوبر يطلب معسكرا أوروبيا. نقرأ أيضا من صحيفة الوطن: نصر تستعجل المليار دولار من البنك الدولي، والجرحي يجدد اتفاقا بمليارين. مصر تقود العالم الإسلامي لمواجهة فوضى الفتاوى، وشيخ الأزهر يهاجم هيئات الفتوى بسبب عدم استنكار الفتوى التونسية. انتخابات الأندية تشتعل وطوارئ في الأهلي لعلاج المصابين قبل موقعة النجم الساحلي. في عموده بصحيفة الأخبار، أكد الكاتب محمد بركات الأهمية البالغة للمؤتمر العالمي الثالث للإفتاء المنعقد بالقاهرة حاليا، وبحضور كبار العلماء من 63 دولة يمثلون قارات العالم المختلفة. ويقول الكاتب: الأهمية التي نعلقها على هذا المؤتمر تنطلق من الواقع الذي يعانيه العالم الإسلامي في ظل انتشار الفتاوى الشاذة والغريبة وما أدت إليه من أضرار بالغة بالمجتمعات الإسلامية، أصابتها بالاضطراب والفوضى الفكرية والسلوكية بما تحمله من تطرف وشطط في المنهج والأسلوب. وأحسب أن الخطر الأكبر الذي بات يهدد الأمة الإسلامية لم يعد قاصرا على الإفتاء بغير علم، ولكنه امتد ليشمل من يسعون لاستخدام الدين لتحقيق أغراضهم الخبيثة في تشويه الإسلام ونشر التطرف والإرهاب سعيا للتخريب وإسقاط الدولة الإسلامية. إلى عناوين الصحف العربية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت: رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: الاستفتاء انتهى والحوار تحت سقف الدستور. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يفتح باب التجنيد في غزة لأجهزة جديدة. خلافات تهدد مفاوضات تعديل اتفاق السخيرات الليبي. من صحيفة الخليج الإماراتية نطالع: مواجهات في تعز والميليشيات تدمي الأحياء السكنية. الانقلابيون يقصفون مستشفى الثورة ومحيطه بقذائف الهول. نفط كركوك في قبضة بغداد، والبشماركة تتجه للانسحاب إلى خطوط 2003. هزيمة تاريخية لداعش في الرقة. هو جولة جديدة من أستانا قبل نهاية أكتوبر بحضور مصري. إلى منشطات صحيفة الحياة اللندنية: تحذير من صراع مسلح بين الأكراد والجيش العراقي ينتشر في المناطق المتنازع عليها. الرقة حرة وداعش إلى الصحراء. الأمين العام للأمم المتحدة يذكر لبنان بنزع سلاح حزب الله. الحوار الليبي يتعرقل على وقع اشتباكات قرب طرابلس. من صحيفة السياسة الكويتية نطالع: موسكو: لن نقلص تواجدنا العسكري في سوريا بعد القضاء على الإرهاب. ديمستورا يقول: سأبحث مع لافروف اليوم استئناف مفاوضات جنيف. نتنياهو: لن نسمح لإيران بالتموضع العسكري في سوريا. والبحرين: أمن الخليج أولوية ولا تهاون مع التطرف.
أما صحيفة الدستور الأردنية فكتبت في عناوينها: الملك والرئيس المصري يستعرضان تطورات المصالحة الفلسطينية، والملك عبد الله يؤكد لسيسي دعمه لجهود مصر في تحقيقها، البشمركة تضرم النيران بحقول النفط في كركوك، إسرائيل تخطط لبناء 1292 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، شيخ الأزهر يطالب بحظر الفتاوى الشاذة. الأوضاع المأساوية في المنطقة العربية كانت محور افتتاحية صحيفة الخليج، وتحت عنوان حرب عالمية ثالثة على الأرض العربية قالت الصحيفة: من العراق إلى سوريا وليبيا واليمن وتونس والصومال وغيرها تدور منذ أكثر من 6 سنوات حرب ضروس هلك فيها عشرات الآلاف من البشر، وتم تدمير مدن بأكملها وتهجير الملايين، وارتكبت ممارسات يندى لها جبين الإنسانية، وما زالت آلة الحرب تدور وتطحن في طريقها الأخضر واليابس، وتستخدم فيها مختلف صنوف الأسلحة. هي في الواقع حرب عالمية ثالثة غير معلنة رسميا، تدور مباشرة وبالوكالة من خلال دول كبرى وصغرى ومتوسطة. ويبقى السؤال: إلى متى يستمر العرب على هذه الحال؟ متى يخرجون من حال الثبات إلى الذي طال أمده؟ أسئلة كثيرة تنتظر الرد عليها في الأيام القادمة. نتحول مشاهدينا إلى الصحف العالمية، والبداية من عناوين واشنطن بوست الأمريكية. في خطوة تعزز خطة ترامب لخفض الضرائب، جون ماكين يدعم أصوات الجمهوريين بمجلس الشيوخ لتمرير الميزانية. قاد فيدرالي يحول دون تنفيذ آخر قرار لترامب بشأن حظر السفر للولايات المتحدة. لماذا يترقب العالم المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني؟ استمرار الرئيس تشي جين بينغ لولاية ثانية سيزيد من فرص إحكام قبضته على السلطة. نطالع من صحيفة ديت سايت الألمانية: بنبرة حادة لمعارضي النظام الاشتراكي، الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده على أعتاب حقبة جديدة ويحذر من محاولات إضعاف النظام الشيوعي. منظمة العفو الدولية توثق الفظائع التي ارتكبت بحق روهينجا في ميانمار، وتتهم الحكومة بقتل لاجئي الأقلية المسلمة بشكل منهجي، وتقرير للمنظمة يشير لعمليات تعذيب واغتصاب. من الصحف الفرنسية نقرأ من لوموند: تعثر مفاوضات بريكس واتهامات متبادلة بين جميع الأطراف بسوء إدارة الملف. في الوقت الذي يسعى فيه راخوي للخروج من أزمة إقليم كاتالونيا، مظاهرات حاشدة تخرج إلى الشوارع احتجاجا على اعتقال 2 من أبرز قيادي الانفصال واتهامهما بالتحريض على إثارة الفتنة. صحيفة الاندبندنت البريطانية كشفت في انفراد لها: الإسلاموفوبيا تتفشى في بريطانيا، عداء نفسي وجسدي ولفظي بحق أشخاص غير مسلمين لمجرد أن بشرتهم ملونة، واتهامات لهم بالانتماء لداعش. نواب البرلمان البريطاني يحذرون: التهديدات بأعمال إرهابية أصبحت غير مسبوقة ولم نرى لها مثيل عبر تاريخ. مسؤول سابق بكوريا الشمالية يقول: نظام كيم يونغ أون سينهار خلال عام بسبب العقوبات الأمريكية. نرصد من عناوين جيروزاليم بوست الإسرائيلية: نتنياهو يراوغ حول اتفاق المصالحة الفلسطينية ويتجنب الحديث عن مفاوضات جادة حول عمليات السلام. وزارة الخارجية الإسرائيلية تطلق حملة صامتة ضد نشر قائمة سوداء لمجلس حقوق الإنسان تضم شركات إسرائيلية تزاول أنشطتها التجارية على الخط الأخضر بالضفة الغربية وعلى حدود مرتفعات الجولان. في مقال لها رأت صحيفة دالي تيليجراف البريطانية أنه رغم الانتصارات في مدينة الرقة السورية، إلا أن الطريق أمام الحرب على الإرهاب لا يزال طويلا. وقالت: في الظروف العادية كان سقوط الرقة التي اتخذها تنظيم داعش عاصمة له في سوريا سيكون سببا لاحتفال دول التحالف ومن بينها بريطانيا التي ساهمت في هذا الإنجاز. ورغم ذلك يشير مدير جهاز الاستخبارات البريطانية إلى أن خطر الإرهاب لا يزال قائما في بريطانيا بعد أن أصبح الأعلى منذ 34 عاما، والسبب في ذلك تردد الغرب في التورط في أي تدخل عسكري بعد حربه في العراق وأفغانستان. إن أحلام التنظيم لإقامة دولة في العراق وسوريا قد انهارت، لكن التطرف ببساطة
تحول إلى أشكال أخرى. إذا كان التحالف قد انتصر في معركة مهمة، إلا أن أمامه طريق طويل قبل أن يعلن أنه انتصر في الحرب على الإرهاب. مشاهدينا الكرام، هذه وقفة مع الرسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحف اليوم. انتهت مشاهدينا هذه الجولة في الصحف المحلية والعربية وأيضا العالمية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.